بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول أوسكار في تاريخ كرة القدم المصرية للغلابة زي ما بيقولوا، أو دوري الشعب، دوري الدرجة الثانية. حلم عشنا عليه في قناة الشمس أكتر من سنة، قصته كبيرة جدا. ولكن قبل ما نحكي القصة ونرحب بحضراتكم، عايز أقول تكريم كبير جدا لدوري الدرجة الثانية ولكل أندية الدرجة الثانية والثالثة والمتبارين والمتسابقين في دوري مراكز الشباب، أن تحنوا عليهم الدولة المصرية وتتبنى أن يكون عام 23 زي ما قال معانا معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في أول يوم من حلقة ملعب الشمس على قناة الشمس، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى اهتماما خاصا للأندية الشعبية والجماهيرية في المحافظات، وأن عام 2023 هو عام أندية الدرجة الثانية والأندية الشعبية والجماهيرية. ويمكن من اليوم ده ومن الحوار ده اللي دار مع الدكتور أشرف صبحي اشتغلنا على أن احنا نعمل حاجة عملية جدا بمشاركة وزارة الشباب والرياضة. تشريف وتكريم الناس دي النهاردة فاق كل ما كنا نتخيله في قناة الشمس كمجموعة وكإدارة وكعاملين ونجوم بيقدموا برامج، بحضور معالي الفريق كامل، الوزير، وزير النقل، صاحب التجربة الرائدة مع نادي السكة الحديد، اللي بعتبر النهاردة تشريفه بجوار الدكتور أشرف صبحي تكريم لحضراتكم وتكريم لقناة الشمس وهذا الأوسكار اللي هيدخل التاريخ كأول أوسكار من نوعه لتكريم الأفضل في دوري الدرجة الثانية. وخليني أبدأ معاكم السلام الوطني. مباشرة مع حد من الناس الداعمين لي بقوة على المستوى الشخصي ولكل الناس في قناة الشمس، وعايز اقول لست الفريق دكتور اشرف ان احنا بالفعل، يعني مش عايز اقول، يمكن حضرتك دائم يوم 17/10 بدأ دوري الدرجة الثانية، انا كنت عند حضرتك بعد اسبوع قلت لك بستأذنك في حلم الاوسكار، فقلت لي نشتغل عليه على طول. عملنا قاعدة بيانات قوية جدا، يعني لنا سنة شغالين من خلال الأرقام، ما فيش لاعب النهاردة خد أفضل بأرقام دقيقة جدا من خلال لجنة من كبار الفنيين والمحللين.